الإرهاب. هجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة حركة حماس قبل أن يقدم على تمزيقها في مقطع فيديو. يأتي ذلك في الوقت الذي وصفت فيه حماس تمزيق نتنياهو لوثيقتها السياسية بالسلوك العنصري، ووصف نتنياهو وثيقة حماس الجديدة بالتلفيق الكامل للحقيقة. ومن جهته قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهرة إن تمزيق نتنياهو للوثيقة دليل تأثيرها وقوتها. أستاذة فتحية، إيه الرسالة اللي يمكن أراد نتنياهو أن يوصلها للشعب من خلال هذا الفيديو؟ أم هو كما وصفته حركة حماس دليل ضعف ولم يستطع نتنياهو إخفاء غضبه؟ هو بالطبع نتنياهو غاضب من هذه الوثيقة، لكن هو أيضا يحاول أن يوصل رسالة مش بس للشعب الإسرائيلي، هو رسالة للعالم، أنه واللي بيحاول يروج ليه من ساعة ظهور هذه الوثيقة، أن الوثيقة دي مجرد محاولة من حماس لتحسين وضعها الدولي، خاصة بعد الرفض الدولي ليها، الرفض المصري. فالوثيقة حماس وضعت فيها بعض البنود التي تحاول من خلالها تحسين علاقتها مع المجتمع الدولي، تحسين علاقتها مع مصر. الوثيقة تتضمن، رغم أنها جزء منها يتضمن عدم وجود إسرائيل، فبالطبيعي نتنياهو يكون غاضب من هذه الوثيقة، لأنها لا تعترف بوجوده ولا تريد وجوده، تريد وتؤكد على أحقية الفلسطينيين في الأرض المحتلة. فهو بالتأكيد غاضب منها، ويحاول التأكيد على أن حماس غير جادة في هذه الوثيقة. نحن لا ندري هل فعلا حماس يعني الوثيقة التي أعلنتها ستلتزم بها في المستقبل أم لا، لكن هي محاولة جادة منها لتحسين علاقتها بالمجتمع الدولي، محاولة جادة منها لتحسين علاقتها بمصر. الوضع مع نتنياهو لن يختلف، لأنه نتنياهو ده الطبيعي أنه يرفض مثل هذه الوثيقة، يرفض أي مبادرات للسلام، يرفض أي دعوة للحل أو لإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.